مرحبا. واحدة من أهم الأماكن السياحية وأغربها لأنها من عجائب الطبيعة، بتقع على الحدود البرازيلية الأرجنتينية، شلالات أكوازو، بتعني الماء الكتير، وهي من أكبر الشلالات بالعالم، فبتمتد لأكثر من 2700 متر وبتتكون من 275 شلال نتيجة انفجار بركان سبب صدع كبير بالأرض وتم اكتشافها بأواخر القرن التاسع عشر. ننتقل لحالة الطقس. عم يستمر الجو غائم جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زائخات من المطر فوق المرتفعات الساحلية، وعم تميد درجات الحرارة ارتفاع قليلا تصير حول معدلاتها او ادنى بقليل باغلب المناطق. ليلا عم يكون الجو بارد نسبيا على المرتفعات الجبلية والمناطق الداخلية، وعم يحذر من تشكل الضباب بالمرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية. الرياح الشمالية للشمالية الشرقية خفيفة السرعة، عم توصل سرعتها ل 8 كم بالساعة، والرطوبة عم تتراوح بين 50 و85%. أما البحر خفيف ارتفاع الموج، درجة حرارة الماء 14 درجة. ننتقل لطقس العاصمة دمشق. عم يكون غائم جزئيا وعم تسجل العليا 16 درجة. بالمحافظات السورية وتحديدا بالمنطقة الجنوبية مكفية الأجواء بين السحاب والغائم جزئيا بالسويدة، وعم تتراوح الحرارة بدرعا بين 8 و18 درجة. وبالنتر مكفية الطقس غائم جزئيا وعم تسجل العليا 15 درجة. بالمنطقة الوسطى بحمص وحما كمان عم يكون الطقس بين السحاب والغائم جزئيا وعم تسجل العليا بحمص 17 درجة، وبحما عم تتراوح بين 5 و18 درجة. بالمنطقة الساحلية عم يكون الطقس غائم بطرطوس وعم تسجل العليا 21 درجة، وباللاذقية عم تتراوح بين 12 و20 درجة، وبلواء اسكندرون عم تسجل العليا 17 درجة. بالمنطقة الشمالية بإدلب عم يكون طقس غائم جزئيا وعم تتراوح الحرارة بين 2 و16 درجة، وبحلب عم تسجل العليا 15 درجة. بالمنطقة الشرقية مكفية الأجواء بين الصحوة والغائم جزئيا بالرقة وعم تسجل العليا 16 درجة، وبالحسكة كمان كفي الطقس غائم جزئيا وعم تتراوح الحرارة بين 3 و16 درجة. أخيرا بدير الزور كفي الطقس بين الصحوة والغائم جزئيا وعم تسجل العليا 18 درجة. أخبار الطقس اليوم خلصت، لاقوني بكرة تبقوا بخير.